أتمنى كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. أخيراً في هذا الفيديو أقدر أشارككم بروجكت كنت قاعد أشتغل عليه من شهر 11-2016 في السنة اللي فاتت، وما بين ميتينجز وسفرات وفوتوشوتس وإيميلز وكل شيء سويناه بدون ما نوريكم إياه بسناب شات كان وايد صعب علي، والله العظيم كان وايد صعب علي. واخيرا اقدر اشارككم واوريكم اكبر كولابوريشن راح يتم هذه السنه ما بين بنفيت سيفارا و تلاليد. وايد 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 سعيده اني انا اخيرا اقدر اوريكم الصندوق اللي كنت قاعد اشتغل عليه من السنه اللي فاتت. هذا الكولابوريشن راح يتم ما بيني وبين بنفيت وراح يكون حصري فقط في سيفارا. هذا الصندوق اسمه دلالز برو ماجيك. اخترت ثلاثة من أكثر المنتجات اللي أحبها في كولكشن الحواجب من بنفيت، حطيت لكم إياها في صندوق. هذا الصندوق راح يكون حصري فقط في سيفارا. هذا الصندوق وايد مميز، مو بس لأن صورتي عليه ولا لأن الثلاث منتجات اللي داخل وايد أحبهم، لا أيضا سعر المنتجات راح يكون مخفض بنسبة 20%. الحين راح أوريكم الصندوق عن قرب، أوريكم ثلاث منتجات وأيضا أوريكم شلون أستخدم كل منتج على حواجبي. أول شيء أحب أشكر بنفيت وسيفارا على ثقتهم فيني أن سووا هذا الكولابوريشن وخلوني أختار ثلاث منتجات أنا وايد أحبهم وأستخدمهم بشكل يومي. حطيناهم بهذا الصندوق الأنيق. إذا تذكرون سويت فوتوشوت بدبي، ما قدرت أصور لكم إياه، فهذه نتيجة الفوتوشوت. ثلاث منتجات اللي داخل، حبيت أن أول شيء أهتم بحواجبكم فحطيت لكم برايمر مغذي للحواجب، وبعدين حطيت لكم جيل لاينر عشان ترسمون حواجبكم سواء رسم خفيف أو ثقيل، وثالث شيء حطيت لكم قلم الحواجب لأن استخدامه جدا جميل. والحين راح أشرح أكثر كل منتج ليش حبيته وأعلمكم شلون نرسم حواجبنا فيهم. إذا حابين أنكم تشوفون شلون أرسم حواجبي من كذي إلى كذي تابعوا الفيديو. أول شيء من العلبة راح نستخدم البرايمر. هذا المنتج اسمه بروفو كونديشنينج برايمر. هذا برايمر حق الحواجب، هي الحواجب قبل الرسم، هذا تحطونه قبل الميك اب. أنا بالنسبة لي لأن في عوامل تغذي البشرة أحطه قبل الميك اب، أيضا أحطه قبل لا أنام عشان أخلي حواجبي تتغذى. شلون أستخدم هذا المنتج؟ أول شيء تطلعون شوية حطه على إيدي وأخذ منه الأمانت اللي أنا أبيه، وبعدين أبدي أوزعه على حواجبي. طبعاً أنا أفضل أني أنا أحط البرايمر قبل أحط كريم الأساس، يعني أرطب وجهي وأحط برايمر حق وجهي بعدين أحط برايمر حق حواجبي، بعدين أبدي أحط الميك اب كله على وجهي. بس اليوم عشان أبي أوريكم المنتج فقلت أحطه بعد ما أخلص مكياجي. ثاني منتج اسمه كابرو، وايد احبه وكان من ماي فيفورتس في السنه اللي فاتت لاني بديت استخدمه في السنه اللي فاتت. وايد احبه لانه قوامه جدا سهل في التوزيع على الحواجب، اقدر استخدمه استخدام يومي خفيف على الحواجب، او اقدر اثقله اذا كانت عندي مناسبه او اذا الميك اب اللي حطته كان ثقيل. ايضا الشيء اللي احبه فيه ان كميته جدا كبيره وما تخلص بسرعه. بوريكم اللي استخدمته السنه اللي فاتت لما رديت من لاس فيغاس مع بنفيت. تخيلوا ان هذا استخدمته في السنة اللي فاتت وليل حين في كمية جدا كبيرة، فما يخلص بسرعة ويظل معاك فترة جدا طويلة، بس حافظي على انه يكون مسكر عشان لا ينشف. وايضا الشيء الحلو بكبرو ان الفرشة تي معه. ادري ان ساعات المنتجات تي معهم فرش صغيرة وما تقدرون تستخدمونها، بس الحلو بكبرو انكم تقدرون تحطونها بهذا الشكل وتستخدمون الفرشة كفرشة بحجم مناسب انكم ترسمون في حواجبكم. امانة هذه الفرشة اللي انا استخدمها دائما في رسم حواجبي، فالتصميم جدا انيق وجدا عملي. راح اخذ الفرشة واخذ شوية من المنتج وابدي اوزعه بهذا الشكل. اول شيء راح ابدي بالاماكن الفاضية بحاجبي، يعني انا اول شيء فاضي هني ما في وايد شعر، فأبدي شوي شوي أعبي أماكن الشعر.
حاولوا انكم ما تطلعون من الحاجب لا فوق ولا تحت، بس رسموا الرسمة الطبيعية اللي يكون عليها الحاجب. طبعا لما تمشطونه بالبرايمر راح توجهون الشعر بالمكان اللي انتم تبونه، فراح يثبت. بعدها راح يسهل عليكم انكم تملون الفراغات. بعد ما توزعون الجل على الحواجب، اخذوا فرشة، هذا المنتج الحين راح اتكلم عنه، وحاولوا انكم توزعون البرودكت او المنتج او الكمية اللي حطيتوها على كل الحاجب عشان يبين شكلها طبيعي. كذي شكل الحاجب وايد طبيعي من ملي كله، ومو مبين انكم اساسا حاطين شيء على الحاجب، لانه اوريدي احنا موهنا اي خطوط ممكن انها تكون تبين بالحاجب بالفرشة. كذي خلصنا رسم الحواجب بالجل. تقدرون تلاحظون ان هذا الحاجب اخف من هذا الحاجب. الحين نيجي حق المنتج الثالث اللي راح يساعدنا على ان نسويهم متوازنين اكثر. قلم الحواجب اللي اخترته يكون في العلبة، اسمه Precisely My Brow Pencil، وايد احبه. ليش؟ لان التب جدا 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 دقيقة، وايد احبه لان التب مالته وايد دقيقه، تو ذا بوينت اللي تقدرون ترسمون شعره على الحاجب، لان الحاجب هذا في شعر اكثر من هذا، فيبين انه ارتب واكثف. فشنو راح نسوي؟ راح ناخذ Precisely ونبدي نعبي الفراغات اللي اوريدي بالجل ما عبيناها، او لما مشطنا الجل راحت. ممكن انكم تعيدون عليه بالجل، او اذا تبون تكونون دقيقين اكثر تاخذون Precisely وتبدون تملون الفراغات. لاني ابي اسوي العرض ماله نفس الحاجب الثاني، فراح اسوي نفس خط جدا دقيق موازي حق الحاجب، وابدي املي الفراغ هني عشان اكثف او اخليه يبين امتن شويه. طبعا دائما وابدا اخذوا الفرشة اللي موجودة مع القلم وابدوا مشطوا الحاجب بكذي. تاخذون البرودكت او المنتج وتوزعونه على حاجبكم عشان يكون شكله طبيعي اكثر، ما يتكتل بمكان واحد. طبعا الحاجبين مستحيل يصيرون نفس بعض، لان هذا شكل وهذا شكل، هذه العين شكل مختلف عن هذه العين، فكل سبحان الله الله معطيه حق كل عين شكل حاجب مناسب حق العين. فاحنا قاعدين بس نخلق illusion او وهم انه هما متشابهين، بس هما مو متشابهين ولا راح يصيرون متشابهين. وبس كذي خلصنا رسم الحواجب. طبعا تقدرون تحطون مسكرة حق الحواجب، بس لاني حاطه برايمر فاحس انهم ثابتين وما راح يتحركون. كذي خلص فيديو اليوم، بس قبل لا اختم حبيت اعيد شكري وامتناني حق بنفيت وسيفورا على ثقتهم الكبيره فيني بانهم اختاروني اسوي هذا التعاون معاهم، وايضا شكرا قد الدنيا حقكم انتوا، لان من بعد فضل الله انتوا اللي خليتوا هذا التعاون ممكن انه يصير، ودعمتوني وساعدتوني وخليتوني اوصل حق هذه المرحله اللي انا فيها. فاتمنى انكم تكونون سعيدين نفس سعادتي في هذا الصندوق، واتمنى ان المنتجات اللي فيه تساعدكم انكم توصلون حق الشكل اللي تبونه حق حواجبكم. واذا خذيتوا الصندوق اتمنى كل ما تشوفونه تتذكرون انكم من اكبر اسباب سعاده هذه الانسانه. راح نسوي ايفنت ان شاء الله انا وبنفيت وسيفورا عشان نحتفل بهذا التعاون، فتابعوني على انستغرام وسناب شات عشان تعرفون متى وين راح يصير هذا الايفنت. بس كذي خلص فيديو اليوم، ان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا فيه. لا تنسون اذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك، اذا عندكم اي اقتراح كومنت او استفسار تكتبونه تحت بالكومنت، لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد ينزل القناه. اشوفكم ان شاء الله بفيديوهات الجايه، باي باي.